رصيد 33 نقطة، الشمال في المركز الثاني برصيد 32 نقطة، وإذا ما حقق فريق نادي الشمال الفوز اليوم سيصعد ولو بشكل مؤقت لحين يعني مباراة الشحنية ومعيذر التي أمامنا. وقت يتلقى الإشادة من سامي صلاح مكتوب مدرب فريق نادي غزولي، مدرب فريق نادي الشمال، فريق أو اللاعب أو المدرب هشام غزولي، هشام غزولي أوت ومواجهة يعني حتى الآن. شاهدنا كرة خطيرة جت في العارضة من جانب طلال منير مزيد، وشفنا ثلاث هجمات من جانب فريق نادي البدع اللي بيعتمد على هجمة المرتدة والسريعة، ومكان قريب للتسجيل وافتتاح باب التسجيل فريق نادي. أمامنا هشام غزوني مدرب فريق نادي الشمال، وتوجيهات دائمة وأبدا. صبحي مصطفى اللي حاول فيها، ولكن الكرة تصل للشمال، بني عطية ترجع لجيرمي، جيرمي في وسط الملعب عن طريق محسن اليزيدي اللي يرجع للاعب عاطف اللي يمرر، ومحاولة ولكن تطلع رمي التماس. خدوا بالكم ان فريق البدع امامه او لسه ليه مباراة مؤجلة مع الوعب ستقام بتاريخ 23 مايو في انتظار مباراة الشحنية ومعيدر. مرة تانية محاولة للتقدم، فيها فاول ولا ايه؟ محاولات مطالبات بركلة الجزاء. لاحظوا معايا بقى فيصل هتلاقيه هو اللي علق رجله في رجل المدافع. من جديد ترجع لصالح فريق الشمال، خليل لبني عطية يحاول يمر ويعدي، ترجع 1 2 ومحاولات من جديد، كرة بينية ولكن فين؟ أفضل أما تكون صاحب المركز الثاني في دوري الدرجة الثانية تقابل صاحب المركز الأخير في دوري النجوم. مهما يكون هيكون قوي جدا صاحب المركز الأخير في دوري النجوم عن ما تصعد في وسط يعني نقدر نقول دوري الدرجة الثانية وأندية الدرجة الثانية. ترجع بني عطية هيحاول يسدد، بني عطية اهوت، مصعب محمود ترجع وتصبح راجع وتصبح رامي التماس لصالح البدع. والله فريق لا يستهان به فريق البدع، خلينا نقول اللي لينا واللي علينا، فريق البدع فريق لا يستهان به خاصة بالاعتماد على الهجمات المرتدة، خط ظهر قوي جدا زي ما انتم شايفين اهوت، نقدر نقول لوكاكو فريق البدع. مرة تانية كرة عرضية يطلع يمسكها بابكر سيكا اهوت حارس مرمى الشمال، هجمات مرتدة وسريعة مثال مرمى، هيرتدي قفاز الإجادة فيها هدف ولا ايه؟ كرة ملعوبة لإيتيني مارسيل، يلعب كرة طويلة للأمام، استقبلها بشكل جيد بقى، لكن شايفين بقى الحمداوي بياخدها ايه؟ يعني بيسحبها كده بالقدم اللاعب اكرم الحمداوي، وبيضيع هجمه اخرى على مرمى من هدف محقق مليون المية اللاعب وحارس المرمى مامي باول. ترجع اللي بدا يكثف من ضغط، ولكن مقطوعه في الطريق العرقله والفاول لصالح فريق البدع، ولكن يعني شفنا ازاي بتضيع الكره بانفراد تام لو كان لعبها للاعب بقى فيصل، دي عليها علامة استفهام، دي عليها علامة استفهام، اتنين على حارس المرمى وتصوب في جسد حارس المرمى، دي عليها علامة استفهام ويعني لغز، لغز بصراحة. اتنين يعني كنت تقدر تمرر، تقدر تراوغ حارس المرمى، تقدر تدخل بالكرة جوه المرمى المتواضعة. لو قلت أحسن لاعب في الشوط حتى الآن هقول لكم مامي باول، لانه انقذ مرمى من اهداف محققه مليون المية. انذار اول على اللاعب رقم 23 في فريق البدع مصطفى، التدخل القومي لمحمد صبحي مصطفى، محمد صبحي مصطفى. شايفين دي شايفين اول قطعها بشكل جيد، شايفين بقى بقى فيصل فين؟ شايفين بقى فيصل فين؟ يا راجل يا راجل حرام عليك، يعني كانت يعني التسجيل هدف يعني بين رجليك سهله جدا تقدر. كره ملعوبه ولكن تتقطع في الطريق وتصبح رمي التماس للشمال. هشام غزوني، هشام غزوني هيعمل ايه هشام؟ هل سيكون عنده تغييرات اخرى تفك لغز ودفاعات فريق البدع؟ كره ملعوبه على حدود ال 18، ولا زال هشام غزوني يقوم بالتغييرات
والتساؤلات أين هدف هشام غزوني لبهاء يمرر لعادل أحمد جيرمي يرجع بقى للخارج في الماجد محمد البديل اللي نزل في الشوط الثاني جيرمي يحاول يمرر من وراء خط الضرب دفاعات فريق البدع متفوقة على نفسها محاولات من محسن اليزيدي لماجد يمرر في منطقة العمق مصرين يخترق من العمق طلع فين يعني اللاعب ماجد محمد حسن تطلع من على راس ماجد وضربة مرمى لصالح البدع هشام غزوني كرة ملعوبة أربعة شوفوا يعني رمية هشام غزوني للمية واضحة على وجهه حديد ماهر يوسف عيسى بيطالب بدفعة وضربة حرة ولكن عبد العزيز خالد يستموت على الكرة من جانب الشمال الوقت بيمر كلام حتبصر على فريق الشمال عاوز يسجل هدف يديله أريحية وطمأنينة وخطوة أخرى نحو التقدم للأمام واحتلال الصدارة ولو بشكل مؤقت لحين انتهاء مباراة الشحانية وبعيدر اللي هتقام يوم السبت القادم إن شاء الله كرة يغير من جديد اللاعب جيرمي في العمق للبديل ماجد محمد عبد العزيز لجيرمي كرة طولية للأمام شايفين اتنين ضاغطين عليه غير الملعب بقى ناحية الشمال ولا ايه بالفعل هو يغير الملعب كرة ملعوبة ومحاولات من جديد وانتو حب يخطفها يرتشى كده اللاعب عبد العزيز حلوة عزيز التنفيذ فين يا مسعود ترجع من قف على كورته يرجع ليه محسن اليزيدي كرة في وسط الملعب متولي من جديد بقى فيصل وانتو شايفين مضيقين المساحات قافلين الجبهه اليمنى وبالتالي لابد من ايجاد حلول ممكن يغير على الجبهه الاخرى الجبهه اليسرى ولكن حتى الان محاولات للهجوم من العمق اهوت بقى فيصل كره مار جديد هيحاول يسدد كره ملعوبه قلت الاعتماد على التصويبات والتسديدات من خارج منطقه العمليات احدى الحلول هي التصويب من خارج منطقه العمليات عن طريق اللاعب من جديد كره مرفوعه تلاقي دفاعات ترجع لصالح فريق الشمال اللي ضاغط من جديد محاولات يا سلام والله يا سلام تسديده صاروخيه من قبل طلال منير مزيد تيجي في العارضه وتطلع بره الملعب ولكن هجمه خطيره والتسديده القويه والله راحه والله راح اسدد وقال لها روحي ولكن الكرة تعالت معاه والعارضة تلبس يعني نفس لون تيشيرت الفريق بدع اللون الابيض اهوت وتطلع بره الملعب ومن جديد محاولات هجومية خطيرة يحاول يكمزها بسن القدم كده واللاعب ياسين يعقوب محاولة عن طريق اللاعب محسن حسن اليزيدي يرجع للاعب جيرمي يتقدم محاولات من جانب الشمال رياح الشمال تهب وبكل قوة على مرمى فريق نادي البدع ولكن حتى ولو ركز فيها هيكون ليه الكلمة العليا في تسجيل الهدف الأول خدوا يعني تابعوا معايا الاندفاع الهجومي لابد لا تنسى أدوارك الدفاعية وطلال منير خليل زيد خليل ومحسن اليزيدي بهاء فيصل وعاطف محمد وياسين يعقوب دي بالنسبة لتشكيلة فريق نادي الشمال أيضا عندهم دكة بدلاء هنذكرهم لاحقا ولكن الكرة في سعود ناصر الظهري يلعب كرة طولية للأمام محاولة للمرور يا سلام إسماعيل ودافع خدوا بالكم لاحظوا معايا بقى فيصل هتلاقيه هو اللي علق رجله في رجل المدافع من جديد ترجع لصالح فريق الشمال خليل بني عطية يحاول يمر ويعدي ترجع 1 2 ومحاولات من جديد كرة بينية عاوز شايفين عاوز يلاقي حتة ومنفذ يسدد ولكن كرة مقطوعة من جديد من جانب مصعب قلت لكم دفاع قوي جدا من جانب البدع السؤال اللي بيطرح نفسه بعد خمسة ودرمان المنصر لعب ترجع من جديد لصالح البدع اللي بيعتمد على هجمة المرتدة والسريعة التدخل القوي من جانب فريق الشمال محاولات للتقدم من جانب عاطف ترجع في وسط الملعب بقى فيصل محاولة الاختراق بديل لمحمد صبحي مصطفى